الثورة العربية الكبرى في بداية القرن، فكانت سايكس بيكو الأولى في 1916. خرج العرب مع مثل زمان ضد العثمانيين، كانوا يقولوا يدنا مع الشيطان والعثمانيين مثل اليوم. التاريخ يعيد نفسه، نفس الأخطاء. الشعوب دائما تتبع بعض الشخصيات المشبوهة والنخب المغيبة أو الغير فاهمة والواعية بالواقع، وحينما تقع الفاس في الرأس مثل اليوم يبدأون الحديث عن التقسيم وكأنه أمر واقع، وكأنه يجب أن نقبل بهذا التقسيم كشيء كحل. النخب التي كانت تدعي أن هذه نظرية مؤامرة أصبحت اليوم تقول كردستان كردستان، من الطبيعي للأكراد أن ينفصلوا، من الطبيعي أن ينفصل جنوب اليمن، من الطبيعي أن ينفصل جنوب السودان، من الطبيعي أن تنفصل ليبيا. الآن ليبيا، أرأيتم الآن ليبيا؟ هذا مستقبل كل الثورات. لو راح النظام السوري أو النظام المصري سيحصل في سوريا وفي مصر وغيرها ما يحدث في ليبيا الآن. هل يستطيع أحد أن يقول أن ليبيا اليوم هي تلك الدولة الأفلاطونية أو المدينة الأفلاطونية التي كان يحلم بها الثوار؟ الدولة المدنية، هذا كان أول شعار زعمه الثوار. طبعا ليس الثوار، بل من درب الثوار، أقصد مش الجماهير اللي تبعت الثوار، أقصد النواة الصلبة في الثورة. هم شباب تدربوا في أوروبا، تدربوا في واشنطن، ودربتهم مؤسسة اسمها كانفاس، كان يديرها بوبوفيتش. بوبوفيتش هذا عميل للسي آي إيه ومعروف، واسألوا ويكيليكس زائرين، في حين يعني بعد 1916 1917 وعد بلفور في بعدها بسنوات قليلة ثار العرب على العثمانيين فقسمت بلادهم. انتهى الآن سايكس بيكو الأول وجاء سايكس بيكو الثاني. سايكس بيكو الثاني يقام على أسس طائفية، على أسس عرقية في الأماكن ليست فيها طائفة. هل في اليوم الدولة القطرية التي وجدت بعد الحرب العالمية الثانية، هذه الدولة القطرية بدأ الآن مراجعة حدودها لتصبح كنطونات ودويلات صغيرة، إما مبنية على العرقيات أو مبنية، بس من الذي كما جاء في المشروع هؤلاء. ماذا يريد هؤلاء؟ اليوم عندكم داعش في العراق، نشرها رالف بيترز. رالف بيترز عقيد أمريكي رجل. وهو أحد مصدرات مجلة أرمد فورسز العسكرية، خرائط التقسيم هكذا سيقسم العالم العربي. هذا مخطط.